بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالأصدقاء والإخوة الكرام المهندسين والجماعة اللغويين زراعة أسطح وكل الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بصراحة عايز أتكلم حضراتكم عن 3 حاجات لزراعة الطماطم، لزراعة الطماطم، وان انا يكون عندي زرع زي ده هو. وانا لما بسجل لك من ارض الواقع عشان بس ما تقولش الراجل بيزرع فوق الاسطح، والجماعه بتوع الاسطح ياخدوا بالهم معايا كويس جدا جدا جدا، تمام؟ طيب، اول حاجه عشان بس الخزعبلات اللي بشوفها على اليوتيوب وما ادراك ما اليوتيوب، والمشاكل اللي بتحصل عندنا في قصه الزراعه والضحك على الناس، وإن شئت يعني فأقول إن هو سفه علمي، فخليك معايا وركز في 5 دقايق بالظبط هنخلص. لو أنا جبت حضرتك طماطم زي دي مكتوب عليها اسبرينتا هايبريد اتش واي بي، اللي هي الرمز الهايبريد يعني الهجين، واف 1 اللي هو هجين فردي واحد، أو بيسموه الهايبريد سنجل كروس، وشركة محترمة فوق زي شركة باير دي، تمام؟ أو لو جبت مثلا هجين زي ده هو ده لسه نازل تجارب مثلا، بس كتبلي 3 ستات بيتا 3 ستات اف 1 برضه هايبرد سنجل كروس، وجيت فضيت الباكت بتاعي في الطبق الظريف ده هو، وابتديت اخد بزراية. خد بالك البذرية دي اساسا اشتغل عليها ناس مربيين، وجيت في الاسس دهوت او في الصينية زي ما علمتك، تمام؟ وحطيته كده، تمام؟ حطيته كده وايه، وقمت ضغط عليه بايدي كده وزرعته، تمام؟ وبعد كده شلته، بعد ما طلع شلته وزرعته في البيت المحمي دهوت. هيجيب ليه؟ ان ده تقاوي معتمدة، واخدة جينات وراثية، واخده جين في الحجم بتاعها هيكون كبير ويكون صغير، الملمس بتاعها هيكون عامل ايه، الصلابه بتاعه الثمره دهيت بتاعتها هتكون شكلها ايه، جامده ولا لا، تتحمل التخزين ولا ما تتحملش، تمام؟ اللون بتاعها لما بتوصل لمرحلة اكتمال نمو او نضج كامل بيبقى لونها احمر ولا لا، لان الجماعه المصريين بيحبوا الطماطم تكون لونها احمر قوي، بعكس دول الخليج اللي هي مجرد اكتمال نمو بيقطفوها ما فيش اي مشكله خالص، تمام؟ دي الهايبريد سنجل كروس او الهجين الفردي اللي هو بيبقى يعني المربي او اللي اقام على استخراج هذا الصنف بيكون حط فيه كل الحاجات دهيا، تمام؟ ده اللي هو الهايبريد سنجل كروس. طيب لو جينا نزرع منه وجينا على شجره زي دي، ماشي، او شجره زي دي، واخدت منها فرع، تمام؟ واخدت منها فرع، تمام؟ ناخد فرع، بنتخب شجره ما تكونش عليها علامه اي امراض او فيها اي فيروسات، وبروح على الشجره وباخد منها فرع، تمام؟ الفرع يشترط ان هو يكون من القمه المرستميه اللي هي يعني الايه؟ اهوت مثلا هاخد الفرع ده هو، ماشي، اقصه كده واخده، تمام؟ خدت الفرع ورحت زرعته هنا، ماشي؟ رحت زرعته هنا، تمام؟ وقصقصت الورق بتاعه ده هوت. ليه؟ عشان هو لسه ما طلعش جذور، فمش عايزين النتح يبقى عالي بحيث ان هو بيعتمد في الاول على الحته دي، بقصقصه على قد ما بقدر، تمام؟ وبسيب القمه الناميه دهيا، وبروي الزرع واسيبه. هيطلع يبقى زي الفل، هيطلع جذور بعد فتره، ويا ريت بحطه تحت تظليل بحيث ان هو النتح ما يبقاش عالي، ومكانه يكون الى حد ما مبرد شويه او درجه حرارته مش عاليه عشان النتح ما يزيدش ويتبل ويموت. ولو نقدر نحط دي في الاندول او اللي هو بتاع الهرمون بتاع التجذير، بنحطه لحد هنا بنغطسه وبنزرعه، تمام؟ لحد كده الامور تمام التمام وقصه محترمه جدا. ليه؟ انا خدت يا هايبريد سنجل كروس من بذور كسرته بذري، يا اما جيت وعملت له تكاثر خضري. انا لما خدت تكاثر خضري، خد بالك انا عملت نفس عقله العنب،
نفس عقلة العنب، ونفس ما باخد عقلة الزيتون، ونفس ما باخد عقلة الرمان. أنا خدت من نفس جنس النبات، من نفس الصفات الوراثية اللي بيحملها النبات. هيطلع النبات ده هو وهيبقى فيه مش ما فيهوش أي مشكل، شرط إن أنا بأخده من نبات محترم، ما فيهوش أي إصابة فيروسية، ما فيهوش أي مشاكل خالص. بعمل اختيار أو سيلكشن للنبات اللي أنا خدت منه الغصن دهون، وباخده من القمة النبات أو القمة المريستيمية اللي هي النشطة. ليه النشطة؟ إنها بتكون أكتر مكان متركز فيه السيتوكينين، وبيكون النبات بيجذر بسرعة، لأن معروف إن الطفل لما يتكسر وهو صغير على طول بيتجبس ويبقى كويس تمام التمام، بس لو راجل كبير اتكسر لا الدنيا ما بتبقاش حلوه فيه. ولذلك ما ناخدش من هنا، نحاول ناخد من الجهه العلويه دهيت، ناخد منها غصن زي دهوت وبنزرعه في بيتموس او في رمله او في اي شيء، بس بنقول يا ريت نغطس دهوت فيه هرمون التجذير وبنحطه وبنقص، ما بنسيبش حتى الا يعني حاجات بسيطه خالص فوق زي كده تمام، وبنقص كل الحاجات دهيت بنقص كل الحاجات دي ماشي، بنسيب على قد ما بنقدر بس حاجات صغيره كده. ده لو رويته هيطلع من نفس جنس النبات، ما فيهوش اي مشكله، زي ما بتكاثر العنب وزي ما بتكاثر الزيتون وزي ما بتكاثر الرمان. العقل اللي احنا بناخدها بنكسرها، اي المهم يعني نزرع اي غصن ما فيش اي مشكله، طالما الطماطم اللي انا زرعها اصلها اهي تزرع عادي، مفيش اي مشكل خالص عندك، مفيش اي مشكل خالص عندك تمام كده، الدنيا كويسه تمام. دي طريقتين للزراعه، بذري وزرعنا خضري. الزراعه الخضري طبعا على الواسع، على النظام الواسع بقى ماشي، فلازم نكسر جذري عشان بعمل مشتل، وبعمل عندي 30 و40 الف نبات عايز ازرعهم، فبضطر اعمل مشتل كبير وبتكسر بذري افضل، لان دهوت بيحتاج عنايه. بس الجماعه اللي هم بيزرعوا الاسطح ده، المفروض اول مره تجيب بذري وبعد كده تاخد منها وتزرع زي ما علمتك كده، وترويها وتحطها في مكان مظلل يكون بارد الى حد ما، ما يكونش حراره عاليه. هتبص تلاقيه ابتدى يتجذر يوم بعد يوم كده، وهيبقى كويس معاك وتمام التمام. على شهر او 45 يوم هتزرعه زيه زي الطماطم اللي انت بتاكل منها، مفيش اي مشكله خالص خالص اطلاقا في العمليه الانتاج بتاعه واللون، كل الصفات الوراثيه اللي هنا انت نقلتها من هنا، انك واخد من نفس جنس النبات زي قلنا، زي الجماعه اللي بيزرعوا الانسجه ان كان زراعه الموز او خلافه تمام. طيب لحد كده وانا ما قلتش حاجه جديده ولا زعلان، ولكن هشيل دول وهاجي هنا واحط الطماطمايه دي وهنزرع طماطم من التلاجة زي كده تمام. هو طبعا مخرطها انا عشان بس ماسك التليفون بايد وكده هي، وبعد 15 يوم هتطلع. والله العظيم انا شفت الوضع ده، ازاي تزرع طماطم من التلاجة والعنوان شدني، فدخلت ابص لقيت الوضع ده بيحصل. لقيت الوضع ده من ولد يعني زي فيلم بالظبط، فكرني بفيلم الفنان احمد زكي مع معالي زايد في فيلم البيضه والحجر، فاكرينه لما كان شغال نصاب وساحر فيه. هو ده ولد على اليوتيوب عيب لما يكون بيزرع الطماطم، تعالى نزرع من الثلاجه. فقلت ازاي ثلاجه، ده يمكن العلم لسه ما وصلناش يعني. فقمت ببص لقيت الراجل بيقول لك خدوا طماطم من الثلاجه بس تكون مستويه شويه، وقوموا اعملوا المنظر ده. هو يا نهارك ابيض، ايه ده؟ ده وها طبعا هتطلع، ما قلناش حاجه، البذور هتطلع، ولكن ده يعتبر سفه علمي، ده سفه علمي. وانا لو في ايدي حاجه والله يعني هعمل فيه ايه مش عارف، ولكن ده يعني هبل وسفه علمي بأمانة الله. وعيب علينا كبلد زي مصر فيها 28 كلية زراعة،
مصر لوحدها من بين الدول العربية فيها 28 كلية زراعة ما شاء الله، وفيها علماء أفاضل في الخضر وفي الأراضي وفي الهندسة الوراثية وفي الوراثة وفي كل حاجة. بس يوصل بنا الحال لأن عيل نصاب يطلع على اليوتيوب يقول لنا الطماطم بتتزرع بالطريقة دي كذاب أشر، ده المفروض بأمانة الله يعني اقول لك ايه. والولد ايه بقى، يبدو ان المدام بتخليه يعمل سلطه كتير فشاطر قوي في عمليه التقطيع، ومش عيب يعني لما تعمل السلطه للمدام، يعني ما فيهاش مشكله لما يكون القلوب يعني ربنا مقلفها والحب مولع في الدره على راي محمد هنيدي يبقى مفيش مشكله يعني انك انت شاطر في عمليه السلطه، وانك تروح انت والمدام وتعمل لها شاطر في تقطيع السلطه، فالدنيا بقى خدت معاك فقلت نعمل المنظر ده. المنظر ده ان دل فانما يدل على انك انت سفيه، وده سفه علمي، فالناس تفتح دماغها شويه علشان بالله عليك ما تبقاش الدنيا مش كويسه. تمام، بشكركم وبتمنى انكم تكونوا استفدتوا رغم ان الموضوع يعني حاسس فيه قوي والدنيا مش حلوه معايا بسبب الفيديو ده اللي انا بصراحه سبب لي انتكاسه، ويعني بصراحه مش حابب المنظر ده، ولكن الله المستعان. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.